قاعدة ضربت تليفوني، هزيت التليفون، قالوا معك سامي الفهري. وي سامي مرحبا، معناها أنا راجل كما أنت تحكي طويكة وكل حاجة في شيرتها. انقدت حقي أني ننقد. لكن نقد نقد حقي أني ننقد. حقي أنه نتوجع أنه الفنانين قاعدين، فهمت، وما همش قاعدين يخدموا وما همش يطلبوا في الخدمة ولا يستعطاوا حقهم العمل. حقهم العمل، هو خواص يخدم على روحه وربي عينه. أنا يمكن ندلل على وطنية أما على علي هو ما ندللش. وعمري ما مشيت له قلت له يا سامي خدمني ولا عطيني دور. عيط لك سامي الفهري لا ولد مفيد كلم قال لي مدام نحبك برشا ونحب تمثيلك وراني شفتك في دور في المسلسل هذايا، وبدا يحكي لي على الدور. الحقيقة فما حاجة اسمها أنانية الفنان، والفنان ما عندوش ما يكونش أناني راه مش فنان يكذب عليك. قلت أنا أمال عندهم مدة حاصريني في نوعية متاع أدوار هكية متاع المرأة الأم والمرأة الصعيبة واللي هكا ديما عندها، بالك يعطيني دور يكسر لي شوية فيكو هو زاد طريقة العمل متاعو. وفما شوية كوريوزيتي اللي حبيت نعرف كومون الترافاي شنية لا ميثود متاعو. جو سوي كيلكو بار فما لا رياليزاتريس تحب تشوف كومون سو مسيو كومون يل في كومون يترافاي شنو هما هذوما كومون سا فونكسيون شنو الماكينة هذه شنية الماكينة. خليني انا خذيت الدور بعثوهولي بالايميل، جبت قريت واحد وكل بون لقيت ماهوش حاجة سي با فامو معناها بالنسبة ليا. انت كنت تعرف الجزء الاول والثاني كنت تعرفهم وكنت نقدتهم. انقدت فما نوع من العنف اللي انقدته الاجتماعي. فهمت، فما بعض الصور اللي ما نحبش نراوها اللي موجودين في الثالث زاد في اللاكس نتاعك. في اللاكس نتاعي انا انا وراجلي حاجه، وتصويره نتاع مراه تونسيه ماخذه رجل اعمال رجل عنده حياه اخرى باراليل ويروح لها ويقول لها نحبك ونموت عليك وهو يخمم في الماتريس نتاعو. هذايا موجود في المجتمع التونسي وجيعه نتاع برشا نساء، فهمت. دونك الدور تلكيلي حلو عجبني عجبني دور رغم ما يسميش اضاف لي على خاطر خدمت في حاجه تقرب للشيء هذاك. مي فما كلوجيع نتاع الممثله اللي عندها برشا ما خدمتش هذيك موجوده. فما كاين يا الوطنيه ياكم ما خدمتونيش، اي والله ما نخدم. هم كلمك انا بصراحه عرفت نكلمك بكل تلقائيه ومن غير عقد. خدمت مع سامي باربيك بار في المخرجين اللي معايا في نتاع الوطنيه، الوطنيه نتاعي وطنيتي انا هذيك ما عيطوليش وتوجعت مشيت خدمت معاه. باش نقول لك حاجه اللي ما يعرفها حد ويمكن انتم اول مره باش نقولها مشيت اول نهار مع سامي الفهري بعد ما كياجرت وركحت اموري وكل شيء ولابسه وحاضر. ماني طلبت تشقت وبلعتني من بعد اول سيكونس. علاش؟ حسيت الدنيا تبدلت، حسيت سي با سا، حسيت روحي كاني مرضت مرضت. كملت النهار الاول روحت ثنيه كامله الشوفير يمشي يعني وانا نبكي. جو تاسور للتو كي نتفكرها نتغبن على روحي. علي مشكلة هو ما تجهليش لي انا ولا ما تجهليش معناتها بالكلام معناها كان معايا معناها قد اما احنا تربينا في وقت الكلمه الحلوه تتقال للممثل وتربينا اللي يدعموك نفسيا اللي وحتى ساعات يزاحموك باش تخرج ما احسن ما عندك. صحيح سي سليم ولا ساعات يحطك في سيتياسيون دو ديفيكولتي باش تخرج انت احسن ما عندك. اي ما اي اي يستفزك فنيا معناتها مش فنيا يستفزك مش اخلاقيا ومش اجتماعيا وفي الدنيا. شنو اللي صار؟ انا خدمت مع شو اسمه ممثل بابا فتحي العكاري. فتحي العكاري انسان نحترمه ونقدره دان سارتان اج ودكتور في ونتفكروا انا صغيره نتفكروا انا صغيره الراجل مع اول ما حطيت ساقي في تونس ونعمل في المسرح واحد وكل معناها راجل نحترمه شويه. ما نجمش نسمع كلام زايد في حضوره. اكتشفت نوعيه اخرى نتاع مخرجين اللي كلام مسيب ياسر كلام يوجع للتكنيسيانات ساعات وقتها جي كومبري معناها خواص. وش معناها
وكان وقتها في حالي خاطر وقتها داري تسرقت فهمت ومعناتها مريت بوضعية خايبة برشا فهمت كنت نخلصه في النهار اللي خدمت فيه ونروح على روحي. هذا شنو تمنيت؟ تمنيت كانت عندي الإمكانيات قال له نقول له بارك الله فيك شوف ممثلة أخرى وهاو مستحقاتك خويا وبسلامة. حسيت بوجاعة كبيرة أول مرة نقولها ما حكيتها لحد فهمت أما نوع متاع إهانة وساعات ويخدم يرمي كلام يوجع بيه فهمت متاع إهانة للوطنية ولا إهانة للتكنيسيان ينعتهم بالنعوت الكل يحكي على الممثلين احنا لقدم نقولش علينا معناها سيء احنا جينيراسيون دي باسي كأنه هكا من غير ما نشعر راهو من غير ما نشعر معناها فما وجه آخر غير الوجه اللي أنا ريته في التلفزة على سامي الفهري في البرامج والحصص واحد وكل اللي قلقني كملت التجربة هنا ياسر متقلقة نجي كونسنتري على خدمتي جو ترافاي جو رونتر براتيكمون بيت المكياج ما نخرجش نخرج كان وقت السيكونس سيلف كنترول كبير ياسر فهمت خدمت بروفيسيونيلمون كيما يلزم نخدم دون لي ريجل كملت التجربة ومشيت على روحي